مرتفعات ويزرينج أو واذرينج هايتس واحدة من أعمدة الأدب الإنجليزي ومن أشهر وأجمل روايات الأدب العالمي، وهي الرواية الوحيدة لإيميلي برونتي واللي نشرتها سنة 1847، في نفس السنة اللي أختها شارلوت برونتي نشرت فيها روايتها الوحيدة برضو جين إير. والروايتين دول حققوا فيما بعد شهرة كبيرة وأصبحوا من أهم أعمال الأدب العالمي. والحقيقة أننا ما نعرفش كتير عن حياة الكاتبة إيميلي برونتي، لأنها كانت شخصية هادية ومنعزلة، وكمان ماتت وهي صغيرة في سن 30، يعني هي نشرت الرواية وهي عندها 29 سنة وماتت بعدها بسنة واحدة بمرض السل. وخلي بالكو أن السل كان منتشر جدا في الوقت ده وما كانوش لسه اكتشفوا العلاج بتاعه، فهنلاحظ أن الروايات اللي اتكتبت في الوقت ده فيها شخصيات كتير بيموتوا في سن صغير بسبب المرض، لأن ده كان منتشر فعلا على أرض الواقع. وإيميلي نفسها اللي هي الكاتبة كان لها أختين ماتوا بالسل وهم أطفال، وأخت تالتة ماتت بنفس المرض بعد وفاة إيميلي بسنة واحدة. ولكن على الرغم من المرض والظروف الصعبة اللي عاشتها الكاتبة، إلا إنها قدرت تقدم قصة في منتهى الجمال. خلونا نشوفها واحكموا بنفسكم. بما إن الرواية اسمها مرتفعات ويزرينج، فإحنا هنبدأ فعلا بمرتفعات ويزرينج اللي هو المكان اللي بتدور فيه الأحداث. فين المكان ده؟ تدور الأحداث في يوركشير، وهي بلدة كبيرة في شمال إنجلترا، والبلد دي هنشوف فيها بيتين كبار قريبين من بعض، هما مرتفعات ويزرينج أو واذرينج هايتس وثراش كروس جرينج، أو أحيانا هنسميه جرينج على طول عشان نسهل على نفسنا. وعلى فكرة الصورة اللي انتوا شايفينها دي كمان للتسهيل فقط، يعني في الحقيقة البيوت بتبقى بعيدة عن بعضها وبينهم مسافة كبيرة، وده هيبقى واضح خلال الأحداث. إنما احنا دلوقتي عايزين نركز إنهم بيتين وإننا هنشوف فيهم أحداث وشخصيات مختلفة، وهنشوف كمان مشاعر مختلطة من الحب والكراهية والأنانية والقسوة والهوس والانتقام. كل ده هيختلط مع بعضه عشان يربط مصير الأشخاص ببعض سواء بمزاجهم أو غصب عنهم. خلونا نبدأ الحكاية وهتفهموا كل حاجة. تبدأ الرواية بمستر لوكوود، وهو الراوي اللي بيحكي لنا القصة، وبيحكي لنا إنه الساكن الجديد لبيت كبير اسمه ثراش كروس جرينج، وإنه استأجر البيت ده من المالك بتاعه مستر هيثكليف اللي كان ساكن في مرتفعات ويزرينج. وراح مستر لوكوود عشان يزور هيثكليف ويتعرف عليه، فحس إن البيت غريب وبارد، وإن هيثكليف نفسه راجل منعزل ومنطوي. وفي الوقت ده الطقس كان سيء والتلج بيتساقط، فاضطر مستر لوكوود إنه يبات في مرتفعات ويزرينج. وطلعته الخادمة إلى غرفة عرف إنها بتاعت واحدة اسمها كاثرين، وعرف الاسم ده لما شافه مكتوب على الكتب اللي في المكتبة، ولقى وسط الكتب دي مذكرات كاثرين المكتوبة من حوالي 25 سنة فاتوا، وشدته المذكرات جدا لحد ما راح في النوم وبدأ يحلم، وشاف بعدها شبح كاثرين طلع من وسط العاصفة برا الشباك، وتوسل إليه الشبح إنه يفتح الشباك ويخليها تدخل. هو الحقيقة كان مرعوب وصحي وهو بيصرخ، بس بعد كده كان مصمم إنه يعرف مين هي كاثرين وإيه حكاية المذكرات اللي لقاها. بعد كده رجع مستر لوكوود إلى جرينج، وكان أخد برد بسبب الجو والعاصفة، فقعدت جنبه نيلي أو ميسيس دين وهي مدبرة المنزل اللي مسؤولة عنه واللي معينها هيثكليف. فسألها مستر لوكوود إذا كانت تعرف حاجة عن كاثرين أو هيثكليف، فقالت له إنها كانت عايشة معاهم وإنها متربية أساساً في مرتفعات ويزرينج. وبدأت ميسيس دين تحكي له الحكاية من الأول خالص. كان المالك الأصلي لمرتفعات ويزرينج هو مستر إيرنشو، واللي كان عايش مع مراته وابنه الكبير هندلي كان عنده 14 سنة، وبنته الصغيرة كاثرين وكان عندها 6 سنين. وفي يوم من الأيام رجع مستر إيرنشو ومعاه ولد صغير لونه أسمر عنده حوالي 7 سنين. الولد ده كان متشرد لقى في الشارع وعرف إنه يتيم، فصعب عليه وأخده معاه عشان يربيه، وبالفعل رباه كأنه واحد من ولاده وسماه هيثكليف وعامله بمنتهى العطف والحنان. بس للأسف العطف ده أثر غيرة وحقد هندلي الابن الكبير لمستر إيرنشو، واللي حس إن هيثكليف أخد مكانه، فما كانش طايق هيثكليف وكان بيحاول ينتهز أي فرصة عشان يضايقه ويضربه.
وعلى العكس من هندلي كانت كاثرين مرحبة جداً بهيثكليف واعتبرته صديقها المقرب، والصداقة دي توطدت ما بينهم مع مرور الوقت. وبعد سنتين من وصول هيثكليف للبيت ماتت السيدة إيرنشو، وأصبح جو البيت صعب، فكان مليان بالحزن على السيدة اللي ماتت وبالكراهية اللي كانت بين هيثكليف وهندلي. وأخيراً قرر مستر إيرنشو إنه يدخل ابنه كلية داخلية بعيدة عن البيت عشان جو البيت يهدى، وكمان يمكن هندلي أحواله تتصلح وأخلاقه تتحسن. وبكده ما بقاش في البيت الكبير غير مستر إيرنشو وكاثرين وهيثكليف، وكانت دي أسعد سنين العمر بالنسبة لكاثرين وهيثكليف. بس للأسف ما دامتش كتير، لأن بعدها بثلاث سنين مات مستر إيرنشو، ورجع هندلي من كليته البعيدة عشان يتولى إدارة أملاك أبوه. بس هنا هندلي رجع بعد ما بقى راجل، وكانت معاه كمان مراته فرانسيس، وبقى هو سيد البيت وصاحب القرار فيه. فأول حاجة عملها إنه أمر بفصل هيثكليف من المدرسة، وبقى يعامله كخادم غير مرغوب فيه. وحاولت كاثرين في الأول إنها تعوض غياب هيثكليف عن المدرسة بإنها تذاكر له الدروس في البيت، واستمرت تعامله كصديقها المقرب، وفضلت تخرج معاه إلى المستنقعات اللي كانت حوالين مرتفعات ويزرينج بالرغم من العقوبة اللي كانت بتتلقاها، بس برضو كانت بتخرج. وهنا عايزين نوضح إن المستنقعات أو المورز مش جاية في القصة بمعنى الأماكن المحشة اللي بنشوفها في روايات الرعب، إنما هي هنا مجرد منطقة خالية من الشجر تقع تقريباً في نص المسافة بين مرتفعات ويزرينج وثراش كروس جرينج، وليها دلالة كده إنها المنطقة اللي في النص بين البيتين، يعني كأنها المنطقة اللي بين الحب والكراهية، بين الأنانية والتضحية، وبين البؤس والسعادة. وما ننساش إنها المنطقة اللي كانت كاثرين وهيثكليف بيحسوا فيها بالحرية بعيداً عن قيود المجتمع. والمهم إنهم فضلوا يروحوا هناك، وفضلت كاثرين تعامله كصديقها المقرب. بس الوضع ده مش بيستمر كتير، لأنهم بيكبروا مع الوقت وكاثرين بتتغير. في يوم من الأيام كاثرين وهيثكليف خرجوا زي عادتهم لحد ما وصلوا لثراش كروس جرينج، وأخدهم الفضول إنهم يشوفوا العيلة اللي ساكنة هناك، فاتمسكوا وهم بيتجسسوا على عائلة لينتون اللي كانوا عايشين في ثراش كروس جرينج، والكلب بتاعهم عض كاثرين. ولما مسكوهم ودخلوهم جوا البيت طردوا هيثكليف فورا لأنه كان قذر وأشبه بالخادم، بينما رحبوا بكاثرين لأنهم كانوا عارفين هي مين وعارفين عيلتها. وكان مستر لينتون متضايق عشان كاثرين خارجة مع هيثكليف اللي كان بالنسبة له خادم وينتمي إلى الغجر، وأصرت عائلة لينتون إنهم يستضيفوا كاثرين لحد ما رجلها تخف تماما، وفضلت عندهم لمدة 5 أسابيع. وفي المدة دي شافت كاثرين ناس جديدة، وقابلت ميسيس لينتون اللي عملتها معاملة كويسة جدا، وتعرفت على إدجار الابن الأكبر لعائلة لينتون، وأعجبت بهذا الشاب النبيل الوسيم، وهو كمان أعجب بيها. وتعرفت كمان على إيزابيلا الابنة الصغرى لعائلة لينتون واللي كانت تقريبا في سن كاثرين، وتصاحبت عليها وقربوا من بعض. وفي الفترة اللي عاشتها معاهم اتعلمت كاثرين ازاي تلبس وتتصرف كأنسة محترمة أو ليدي من عائلة نبيلة. ولما رجعت أخيرا لمرتفعات ويذرينج رجعت وهي متغيرة وتصرفاتها مختلفة، وهنا حس هيثكليف إنه فقد صديقته القديمة، وإن هي كمان فقدت اهتمامها بيه. وبعد مرور 3 سنوات على هذه الأحداث خلف هندلي وامراته فرانسيس ولد في منتهى الجمال وسموه هيرتن، بس فرانسيس ماتت بعدها بوقت قصير بسبب مرض السل، وبقى الطفل في رعاية نيلي أو ميسيس دين مدبرة المنزل. وساءت حالة هندلي بعد وفاة مراته اللي كان بيحبها جدا، وأدمن على الخمر والقمار، وأهمل تماما إدارة مرتفعات ويزرينج أو الاهتمام بأملاك أبوه. وساءت معاملته لهيثكليف أكتر من الأول، وبعد كل الناس عن هندلي بسبب تصرفاته، ومبقاش حد يزور مرتفعات ويزرينج غير إدجار ابن عائلة لينتون اللي كان حب كاثرين وكان بيجي عشان يشوفها. وهنا كاثرين بقت شابة جميلة وجذابة عندها حوالي 15 سنة، بس كانت تايهة ومتلخبطة. كانت بتحب هيثكليف، بس الفرق بينهم دلوقتي بقى كبير،
هو أصبح مجرد خادم ما كملش تعليمه، وهي دلوقتي ليدي قدامها مستقبل كبير. واتكلمت كاثرين مع نيلي أو ميسيس دين، وقالت لها أن إدجر طلبها للزواج وأنها وافقت على طلبه. واعترفت لنيلي أنها بالرغم من مشاعرها القوية وحبها لهيثكليف، إلا أنها ما تقدرش تتجوزه بسبب وضعه الاجتماعي والفرق اللي بقى بينه وبينها. وسمع هيثكليف هذا الحوار فاختفى تماماً وهرب من البيت، ولم يعثر عليه أحد. وفضلت كاثرين ونيلي يدوروا عليه في الليلة دي لحد الصبح ما طلع. وكانت ليلة عاصفة وفيها برق ورعد وأمطار، فصحيت كاثرين تاني يوم مريضة وعندها حمى. وجت ميسيس لينتون تزورها هي وجوزها مستر لينتون، فتعدوا منها هما كمان. وكانت الحمى شديدة فقضت على ميسيس ومستر لينتون في خلال أيام، وتعافت كاثرين من الحمى، لكنها لم تنسى هذه الليلة أبداً.